دكتور حامد، يعني ايه اللي حصل بالظبط وخلى الازمه دي تحصل؟ وهل فعلا ان في فيروس منتشر في الطماطم هو اللي علّى سعرها كده ولا الحكايه ايه؟ لا بس خليني بس افرق، لان في معلومه مهمه قوي. لما احنا مش عاوزين نقول فيروس منتشر في الطماطم، لان لما بنقول الطماطم على طول كل الاذهان بتتجه للثمره نفسها اللي هي حبايه الطماطم اللي احنا كلنا بناكلها. تمام. الفيروس ده يا فندم اصاب المجموع الخضري اللي هي النباتات فقط، ولما بيصيب اشجار الطماطم طب الاشجار ما بتجيبش محصول. تمام. وحتى لو انتجت بعض الثمار، الثمار بتكون ملهاش اي علاقه بهذا الفيروس وسليمه تماما ولا تؤثر على صحه الانسان. برضو دي معلومه، دي معلومه مهمه طبعا طبعا. لان بعض الحقيقه الناس افتكرت فيروس في الطماطم، إن هو يعني الطماطم اللي موجوده حامله في الامراض او هكذا. بالظبط يا فندم. بالظبط. طيب هو ده اللي خلى ان سعرها بس هو يعلى؟ هو ده الحقيقه. بالظبط. هو طبعا المشكله اللي حصلت ديت في النوباريه ووادي النطرون وبعض المناطق، فطبعا اثرت على انتاجيه محصول الطماطم خلال الفتره دي. طيب طبعا عملت عجز في عجز في الكميات الموجوده في السوق، وبالتالي ارتفعت الاسعار الى حد ما. ولكن انا عاوز اوضح، مش هو ده السبب الرئيسي، لان احنا مساحات الطماطم الحقيقه مساحات بتكون كبيره جدا، تصل ل 300,000 فدان، فالمساحه دي مش هتعمل عجز بالصوره او ترفع الاسعار بالصوره المبالغ فيها. امال ايه يا دكتور السبب الرئيسي اللي الطماطم ارتفعت فعلا؟ بالظبط. انا معاكي، انا فعلا هي مرتفعه، انا معترف ان هي مرتفعه لان كلنا بنشتري وعارفين. لكن طبعا زي ما انا قلت لحضراتكم قبل كده لما كنت معاكم في البرنامج، الحلقات الوسطيه بين المنتج والمستهلك ليها دور. مره ثانيه الحقيقه بعض ضعاف النفوس بيستغلوا الفرصه ويرفعوا السعر بصوره غير مبرره للاسف الشديد. طيب دكتور، هل فعلا في 50,000 فدان من الطماطم؟ لا 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 خالص يا فندم، لا لا خالص خالص. تمام. يعني غير صحيح تلف 50,000 فدان من جوه الطماطم؟ غير صحيح، غير صحيح على الاطلاق. احنا بنتكلم في رقم طبعا مش هو مش معروف بمنتهى الدقه كم فدان بالظبط، لكن احنا فحصنا مساحات كبيره يعني. تمام. البذور دي كان مصدرها ايه يا فندم؟ والله بص اقول لحضرتك، هو جاري التحقيق في الموضوع ده، والموضوع دلوقتي في يعني في القضاء، واحنا قمنا بدورنا وفحصنا النباتات وثبتنا ان هي مصابه بفيروس تجاعد والتفاف الاوراق، وده طبعا مرض فيروسي، وهو ده اللي بيؤدي ان المحصول ما بيجيبش يعني النباتات ما بتجيبش محصول. وطبعا لانه في دلوقتي طبعا يعني محكمه والفلاحين رافعين قضايا على الشركه المستورده للتقاوي، واحنا قمنا بدورنا والملف بتاعنا جاهز لتقديمه للجهات المعنيه عندما يتم طلبه ان شاء الله. دكتور، يقال ان بعض المستوردين هيتم يعني هيعملوا استيراد للطماطم من الاردن وهيغرقوا السوق بيها، هل ده صحيح؟ هو في بعض في مستورد استورد فعلا كميه، ولكن كميه بسيطه. وبعدين حتى لو ده هيحصل ايه المشكله؟ احنا ما عندناش اي مشكله، احنا بنقوم باجراءاتنا كوزاره زراعه ونتبع كل الاجراءات وفحص اي ما يتم استيراده من خضار من فاكهه، بيتم فحصه فحص دقيق طبعا الحاجز الزراعي له دور في هذا الموضوع طبعا. علشان نتاكد انه اللي يدخل البلاد يكون صالح تماما للاستهلاك المحلي وما يكونش فيه اي مشاكل تؤثر على صحه المواطنين. خليني اسال حضرتك برضو سؤال اخير، يمكن دايما لما سعر حاجه بيرتفع بناء عليه اسعار بقيه المنتجات كلها بترتفع، يعني هنلاقي الخضار كله بدا يرتفع لان التجار بيلعبوا على الحته دي، فهل حضرتكم حاطين خطه للحد من هذا الموقف ان هو دايما بيتكرر للاسف؟ اللي هو اصل حضرتك رقابيه، خطه رقابيه يعني. هو احنا طبعا يعني احنا برضو يعني بمنتهى الامانه موضوع الاسعار في السوق وزاره الزراعه مش معنيه بيه، يعني احنا مش معنيين بالاسعار وضبط الاسعار في السوق، لكن هي المساله مساله ضمير ومساله انتماء، وان احنا لازم نخاف على بعض بقلبنا على قلب بعض، والتاجر يخاف انه ما يعني برضو ما يبقاش جشع انه يعني يحط مبلغ مبالغ فيه او رقم مبالغ فيه للربح، وتاجر التجزئه كذلك، واحنا كمان يبقى عندنا ترشيد في يعني الاستهلاك. كل النقاط ديت مهمه، لكن احنا طبعا بنحاول ان احنا نزود انتاجيتنا من جميع المحاصيل، وبصفه خاصه على فكره احنا ما عندناش مشكله في محاصيل الخضر ولا الفاكهه، الحمد لله احنا بنصدر كمان للخارج بكميات كبيره، فديت احنا ما عندناش فيها مشكله. لكن الطماطم احيانا حضرتك عارفه بين العروات طبعا بتقل الكميه، ف
فبيزيد سعرها في السوق. طب ناخد من حضرتك بقى اسعار كده لبعض الخضار والفاكهه للبرنامج بقى سريعا كده اسعاركم اتفضل. حضرتك انا مش معني الحقيقه بالاسعار يا دكتور. انت بتنورنا على طول، لازم نسال مهم السؤال ده للناس قوي يعني عايزين نعرف. انا شايف الطماطم في السوق الحقيقه وصلت 10 جنيه يعني، يمكن ده اللي لفت نظري لان انا عشان امبارح بالليل كانت 11 ونص يعني امبارح. لا هو برضه ما هو دي على فكره بتختلف برضه السعر من منطقه لمنطقه يعني حقيقي. لازم نكون عارفين ده كويس. يمكن انا علشان برضه موضوع الطماطم فانا متابع سعرها الحقيقه في السوق الايام. طيب دكتور حامد اخيرا عايزين نعرف لو في اماكن معينه يقدر الساده المواطنين يتوجهوا ليها يكون فيها طماطم الجوده بتاعتها كويسه وبرضه سعرها ما يكونش عالي قوي، هل في اماكن مخصصه ولا لا؟ حضرتك بالنسبه للجوده الطماطم اللي موجوده في السوق كلها جوده عاليه جدا، وانا زي ما قلت في البدايه ما فيش اي مشكله في الطماطم اللي موجوده في السوق على الاطلاق. طب هل ما فيش منافذ تابعه ليكم؟ احنا عندنا منافذ يا فندم خاصه بوزاره الزراعه، طبعا المنافذ اللي موجوده في مديريات الزراعه في المحافظات المختلفه او المنافذ الرئيسيه في شارع نادي الصيد في الدقي، وايضا المجمعات الاستهلاكيه اللي تابعه لوزاره التموين، كل ديت فيها الاسعار مخفضه عن اسعار السوق بنسبه تصل ل 20%. يعني احنا هناك مش هنلاقي الطماطم ب 10 جنيه او ب 11 جنيه، هنلاقيها باقل. لا ان شاء الله.